مشاهديني الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي اللي هي قناة سلمى كندا. دونك فوالا، بعد هذه الغيبة شوية راني اليوم حبيت ندير لكم فيديو، حبيت نرجع معاكم. فوالا دونك سي سا، كيما راكم تشوفوا حنايا راه بدا عندنا الثلج، ولو الحمد لله ما راش حاجة كبيرة. رحنا يعني دخلنا لديسمبر، يعني اعز فصل في قلب فصل الشتاء، ولو ماشي في القلب يعني نقدروا نقولوا في الدوبي تاع فصل الشتاء. راكم تشوفوا مازال ما تجمدتش الحاله عندنا، مازالت راهي عاد بدات الثلج. وهذا العام الحمد لله يعني فريمون فريمون اون ا باسي ان ايتي يعني سوبر بو، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. فوتنا صيف جميل جدا، وحتى الربيع بليتو الخريف، الربيع مازال ولكن الخريف كان جميل جميل بزاف بزاف. ما كانش فيه البرد بزاف، وكانوا بلوس دو سا حتى هما كانوا مخلوعين هنا في كندا. كان فيه يعني الجو رائع، ما كانش كاينه الامطار كثيره، ما كان شويه برك. هذا كان شويه هو كما نقولوا حنايا، كان يعني تحسوا بالخريف، ولكن كان الجو حقيقه تري دو، ومام طون ماشي بارد كما موالف. سي فريمون بيزار كيفاش الريشوفمون دو لا تيغ، رحنا نشوفوا يعني حقيقه الجو بزاف في كندا راه يتبدل. ما كاش البرد كما كان موالف هكا، انا صافي ديزاني راني هنايا ملاني صغيره هنا، يعني فريمون كي جيت جديده هنا نعقل. كانت تولوج، كانت تصوروا، كانت الموا دو سبتمبر، كنا نشوفوا الجو كيما رانا نشوفوه دروك في الموا تاع ديسمبر. يعني كنا نشوفوا تولوج اللي تبدا بعد في الموا دو سبتمبر، كان الموا سبتمبر ولا اكتوبر، في الدوب تاع اكتوبر نشوفوا الجليد في الارض، البرد يبدا فريمون نوفمبر، فريمون تبدا دي طومبات تاع لا نيج. وكان يعني كان واحد الجو بارد بزاف حقيقة. يعني انا بيرسونيلمون فرحانه كي راني نشوف الجو هكا دافي، والجو تبدل بزاف في كندا، ماهوش داك الشتاء اللي كان بارد بزاف. دونك راهو واحد الشتاء يعني تري دو، صف اللي فيه خوف بزاف الشتاء هنا هو لو فيرغلا. حقيقه الفيرغلا يخوف، يعني في جانفي فيفري كيبدا هذاك البرد والصقيع تاع الصح كلش، كي كانت تولي الحاله شويه دو سي فريمون كاتاستروف. يعني ربي يستر وخلاص، انا ما نكذبش عليكم، دائما شد قلبي كي يجي فصل الشتاء يبدا الدعاء تاع الصح. علاش؟ على خاطر هذوك لي كاتاستروف تاع الفيرغلا هنا في كندا سي دونجورو، تري دونجورو. دونك نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا العام، دعوا معانا يا خوتي فريمون باش ان شاء الله نفوتوا شتاء يعني يكون عادي، ما يكونش فيه الفيرغلا. خاطر الا كان فيه الفيرغلا تكون فيه لي كاتاستروف، ويكون فيه يعني كوارث شويه، دونك ماشي شويه بزاف. و اون ا باسي ديجا دي بيريود تاع فيرغلا تري دونجورو. دونك ان شاء الله يا ربي يفوت علينا فصل الشتاء ب ب ب, ب كيما نقولوا حنايا بخير والف خير وسلامه، وما يكون فيه حتى دونجي. هذا بالنسبه لينا حنا، وبالنسبه للدول الاخرى يعني حقيقه كي تكون الريشوفمون دو لا تيغ، الريشوفمون دو لا تيغ. على بالك نقول لكم حاجه، راني نهضر شوفوا المكان اللي راني فيه، يعني حقا فيه يعني دو بيرسون برك اللي راهم جايين من الجهه هذه، اللي راهم جايين من جهتي. دونك ما كاش فارغه فارغه فريمون فارغه البلاصه انا وين نسكن في الشتاء. يعني انا نتمشى في الطريق فارغه، يعني حتى نخاف الحقيقه، ولو يعني الحمد لله الامان، ولكن يجيني شويه خوف باسكو وحدي. ونقول لكم الصراحه مناش نخاف سورتو ضحكوا عليا، خاف من الكلاب باسكو دي فوا كي نتمشى وكلش، شاك فوا نسمع كلب هكا ينبح وكلش، نقول بالك دوك يخرج لي ولا هما عندهم. يعني عايشين بزاف انا مع الكلاب، يحبوا بزاف لي زانيمو، خاصه لي شيا. دونك سي بوغ سا نخاف كي نكون وحدي، نقول يا ربي كون نكونوا زوج ولا ثلاثه ولا حتى اربعه معايا يتمشاو، دونك سام في زعما سام في با بور، نقول بالك الا جرى ما يجريش مورايا انا، يجري مورا الاخرين. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا يعني فارغه فريمون الحاله.
دونك نعاود نرجع للموضوع تاعي كما كنت نقول لكم، يعني غيشوفمون دو لا تيغ عادي يخوف حقيقة، لأنه سواء كندا ولا حتى البلدان الأخرى كما بلدان يعني تاعنا في الجزائر في المغرب العربي ولا بلدان عربية، راكو تشوفوا كما العام اللي فات في الصيف سيتي كاتاستروف، وشفنا في الكويت في دول الخليج يعني حقا درجة الحرارة توصل حتى ل 70 درجة، يعني فريمون سي تري غراف، وصلت حتى دوبت الواطة دوبت لي بوبال، سيتي فريمون خممت في هذوك الناس مساكن اللي كانوا يعني ما عندهمش ولا فقراء ولا ما عندهمش، كيما حتى في البلدان العربية بلدان المغرب العربي، يعني سواء كانت في كيسموه في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب ولا في الدول يعني مصر تاني، يعني والله كاين يعني الناس اللي قلال مساكن ولا الدول يعني اللي فيها الناس يعني كما نقولوا قلالة بزاف ولا فيها الفقر ولا فيها حاجة، يعني هذوك والله العظيم نخمم فيهم بالبزاف كيفاش يديروا في درجة الحرارة، يعني هذيك المرتفعة توصل 60 توصل 65 فريمون كيما دول الخليج تاني 73 بون سي تري 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 غراف. ان شاء الله ربي يكون مع كل عبد يعني في هذا الغيشوفمون تاع لا تير، كيما هنايا يعني عندكم في الدول اللاتين لي تاع لي لاتينو هنايا كيما نقولوا المكسيك البرازيل، هذوك كوارث كتصرى عندهم حقيقه، يعني تاع لي زوغاغون وهذوك بون يعني كوارث طبيعيه كيما نقولوا سي سا لي زوغاغون، كيفاش يقولوا لهم بالعربيه، والله العظيم نحوس عليها بالعربيه ما لقيتهاش، يعني كيكونوا واحد لي طومبات عندهم سي كاتاسو، ميم لي زيتازوني سي واو سي ايكوتي هذوك الاخرين ثاني الحرائق اللي صرات في الغابات من سبت فريمون الغيشوفمون دو لا تيغ شانجمون دو كليما، دونك صراحه يعني ان شاء الله نتمنى ربي هي كما نقولوا الدول هذه تحبس فريمون تحبس من هذه المشاكل تاع لا بوليسيون دو لا تيغ وتاع باسكو رحنا ماشيين ونشوفوا حاجات يعني تتخوف. دونك فوالا دونك كيما راكم تشوفوا شوفوا هنايا شوفوا من جهتي هنا الناس اللي تقدر الطبيعه يعني حقيقه يجوا هنا يجيبوا لي كاميرا تاعهم يجيبوا لي زاباري تاعهم ويبداو يصوروا في الطبيعه ويصوروا كما قولوا حقيقه يعني هنا في سوا في ليفاغ ولا سوا راني نوريه لكم شوفوا راه مكملنا حشمت يعني باش نصورهم جاياش مي فريمون فريمون الناس هنايا تعرف قيمة الطبيعة تعرف قيمة يعني الواحد، دونك نتمنى إن شاء الله في البلدان تاعنا تاني يحوسوا يعني يلقاو حلول حتاني يعني كيما هذوك لي ساكون بلاستيك، أنا نعقل والله العظيم ما نكذبش عليكم كي نمشي للبلاد نتخلع يعني فريمون في هذوك لي ساكون بلاستيك بلو باغتو تقولي ورد باغتو يعني تشوفوهم مرميين، كانوا زمان جداتنا أماتنا زمان يعني كنا نرفدوا ديك القفه، تصوروا هنايا راه ولات درك ما كانش لي ساك بلاستيك، تشريه ساك بلاستيك وباش ما فريمون الناس كي تعرف روحها ديبونسي، دوك ولينا نشرو لي ساك ريوتيليزاب، دونك كي تو بو ليتيليزي شاك فوا، كيما نقولوا هذوك القفاف ثاني ولاو يشروهم، انا بيرسونالمون عندي قفات هذوك القفات هذوك نستعملهم، وحقيقة والله حاجة تفكرني بزمان تفكرني كانت يعني ما هكايا جداتي عندهم هذوك القفص ويروحوا يشرو بهم يعني خضرة يشرو بهم يعني حاجة جميلة، والله نتمنى تاني في البلاد هكا ترجع عاد الحوايج هادو ما يرجعوا ومام طون يعني حاجة مليحة تنقصوا هذوك لي ساكون بلاستيك على بالك توسكي بلاستيك ما يتحللش في الأرض، يعني راح يضيع ويوسخ الأرض وما راحش تشوفوهم سي